سبحان الله تنشر مقطعا لعالم أو لشيخ فيراه الناس في الأرض جميعا، وقد يبلغ المشاهدون له مليونا أو أكثر. سبحان الله، يكتب الله لك أجر كل هؤلاء الذين أوصلت إليهم هذا العلم، ما أعظمه من ثواب وما أعظمه من مقام كريم. فالله الله شباب الإسلام، الله الله في طلب العلم، لا تكسلوا عن هذا ولا تملوا، وجاهدوا واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، واجتهدوا في إيصال العلم إلى الناس بالأسلوب الحسن والطريقة الطيبة التي تنفعهم في دينهم ودنياهم.